السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا منورنا على قنواتنا على اليوتيوب، تدريب كلاب ومضيق زمنهور وتدريب كلاب البحيره زي ما عودناكم طبعا بكل جديد في جديد. طبعا بالنسبه لمشاكل الكلاب وبالنسبه للامراض والحاجات اللي احنا بنقابلها والعلاجات طبعا والتربيه والرعايه والتدريب كمان. طبعا يا جماعه زي ما عودناكم لما بتجينا اي حاله بنعرفكم الحاله ديت كانت مشكلتها ايه وبنعرفكم طرق العلاج بتاعتها علشان لعل وعسى قابلتك المشكله ديت يبقى هتقدر ان انت تحلها معانا. طبعا النهارده معانا اسمه جاكس، طبعا ذكر من محافظه كفر الشيخ، والاخ محمود طبعا من الشخصيات المحترمه اتصل بينا النهارده وقال لنا على المشكله بتاعت الكلب بتاعه، وطبعا شرفنا بيه علشان احنا نبدا شغلنا وهو عارف احنا هنعمل ايه بالظبط. بس طبعا هنسمع منه بس اللي احنا شفناه يا جماعه. طبعا من مشكله الكلب انا شايف كميه علاجات طبعا رهيبه الشكل ومصاريف رهيبه وحاجات كتير قوي، مش عارف انا مش عارف هي ايه. اولا عشان ده انجليزي وهو ملخبط الدنيا تمام، والدنيا ملخبطه هنا، وانواع برص كتير، برص كتير طبعا زي ما انتم شايفين اهوت في الكاميرا تمام، وتطعيمات وإشي انبول مش عارف ايه وإشي انبول ايه وإشي انبول ايه وحاجات وكلام ويعني بسم الله ما شاء الله ده الواحد يعني، وحاجات كمان يعني ده غير طبعا ضوء والوش والظهر. اي واحده كمان ضايعه والله، في واحده كمان ضايعه. وهنا مش عايزين بس نبين الاسماء عشان الناس ما تزعلش مننا، اهي وش وضهر، وهنا برضو نداري الاسماء كده وش وضهر تمام. يعني طبعا منظر رهيب رهيب ومنظر غريب وعلاجات طبعا ياما وكتير، وكل ده على ايه انا مش عارف، كل ده ايه لازمته انا مش عارف. الحل اساسا في الموضوع بتاع الكلب ده كلها مش مرض، مشكله الكلب دي كلها اللي احنا شفناه دلوقتي واللي الاستاذ محمود فوجئ ان انا بقوله في كلامي ده مش مرض. الكلب ما عندوش مرض ولا عنده اي حاجه تمام. الكلب ما الا عباره عن حساسيه داخليه في جسمه في الدم، وسببها الاكل المستوي. فجاه الاكل المستوي فعلا باكل مستوي فجاه صح، مش ني خالص. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين الكلب ما فيهوش لا تعوير ولا في خرابيش ولا في حاجه، بس لو بصينا تحت هنا في ان الكلب هرش في حتت في جسمه ومعور حتت من جسمه، فيها حمار جامد فيها وصدره وورا ودانه، مكان قشره مكان تعوير صغيره بيهرشها هو وبيبدا ان هو ياكل جسمه ويهرش كتير. طبعا ما يصلحش ان احنا نديله حاجه مضاد للحشرات او اي حاجه زي ديت زي الايفوماك والكلام ده، طبعا ممنوع ان الكلب ياخد حاجه زي كده دلوقتي تمام. لكن كل اللي الكلب هياخده هو عباره عن علاج بتاع الحساسيه زي الافيل والديكساميثازون تمام. وبعد كده بنبدا ان احنا نحمي الكلب حمايه اوكسي، واحده اوكسي 100% تمام. بعد الكلب ما ينشف تمام التمام يتسرح له تسريحه كويسه وياخد الافيل والديكساميثازون، خلص الحوار على كده يعني، ولا هيحتاج جنتيانا ولا هيحتاج اي حاجه من ديت ولا الموضوع كبير. الحمد لله احنا طلعنا من ستيلا وكنا خايفين بقى من اي كلب يجي لنا بعد كده، بس الحمد لله الحاله طلعت 100% ونجحت معانا بعد ما كان سرطان في الجلد مش حساسيه كمان. فالحمد لله ربنا يبارك للاستاذ محمود فيه يا رب. الكلب كويس ما فيهوش اي حاجه تمام. كل اللي هنعمله هي حاجات بسيطة حاجات تافهة خالص يعني، برضو رسالة لأي حد بيشتغل مع كلب في الحالة ديت برضو عشان ممكن تتعلم مننا وتعرفها، إن هي الموضوع عبارة عن حقنة فيه وحقنة ديكساميثازون لمدة 3 أيام مع حماية كويسة، مع إن الكلب يا باش مهندس يا صاحب الكلب ما تأكلش الكلب طايب، أكل الكلب ني، لان طبعا الني ده يا جماعه صدقوني ليه فوائد بترجع لجسم الكلب اساسا، ملناش دعوه الني هل نفسته مفتوحه ولا نفسه مش مفتوحه، بس ده بيرجع فيه فوائد بتخش في الجسم. رفض الاكل اللي هو البيت ده بعد تمام. طبعا الاستاذ محمود بياكل ساعات دراي وساعات بياكل اكل طايب من البيت وكلام من ده، لكن هو رافض مبدا الني، بس طبعا الرفض بتاع مبدا الاكل الني ده هو ده سبب مشكله الكلب، فهو يضطر لازم كده يغير الاكل. واحنا هنا كمان هناكل الكلب اكل ني وهنتعامل مع الكلب وهنديله العلاجات اللي هي اللازمه بتاعته وهنتابع مع بعض ونسمع بقى من استاذ محمود كلمتين حلوين كده ونشوف الراجل ده هيقول ايه تمام.
اولا يعني ربنا يعلم كابتن ابو نور غالي عندي قد ايه، وانا الكلب ده من وهو جار والله اتعلمت حاجات كتير جدا من الكابتن ومشيت عليها. بس انا بس المشكله ان فرق بلد من بلد على ما اجيله ويعالجه، كنت بروح للدكاتره اصرف هات كذا وهات كذا وهات كذا وانا ما بقصرش، والكلب برده تعبان زي ما هو، اللي يقول لي عايز تحليل دم وعايز مش عارفه ايه ومكبرين الموضوع. انا عارف ان الخلاصه فعلا لما جيت للكابتن ابو نور حبيبي ربنا، وانا واثق فيه وثقه عمياء يعني ان الكلب بتاعي هيبقى احسن من اول مليون مره ان شاء الله. ربنا يبارك وربنا يبارك لك يا رب. تمام تمام، وخلي بالك الموضوع مش مستاهل يعني والله. يا عم ده موضوع ده دي كده موضوع، هو مش عباره عن ان انا مثلا بنحسسك، لا لا هو فعلا تافه، هو فعلا الموضوع انا بتكلم تافه. كمان عن الناس يعني اللي ما بتراعيش ربنا، الناس اللي ما بتراعيش يا باشا. لا مش بالنسبه لي، لا مش بالنسبه لي. انت لو كنت حكيت لي او انا شفت الكلب في التليفون قبل ما تجيبه كنت هقول لك انزل الصيدليه هات 1 2 3 خلص الموضوع. خدت بالك؟ وعلاج بكام؟ ب 10 جنيه يعني 10 جنيه تعالج الكلب ده، العلاج ده هيقعد لك معاك 4 سنين ولا 5 سنين لا قدر الله لو جاله المرض ده تاني، لان ديت عباره عن حساسيه. الحساسيه هي عباره عن حقنتين بشري لمده 3 ايام، الامبول الواحد فيهم عامل 2.5 جنيه. فاهمني؟ تمام. يعني احنا مش هنصرف هنا عشان يبقى عندك عيل، احنا الكلب هيقعد عندنا كاقامه بس، لا هنحاسبك على علاج ولا احنا عايزين علاج ولا عايزين اي حاجه من دي. فاهمني؟ لان اللي احنا هنصرفه عيب ان احنا نتكلم فيه. صوت العصافير طلع طبعا في المايك، العصافير دي بتيجي في المعده وبتاع بتظبط معايا الدنيا. تمام؟ اللي احنا هنصرفه عيب ان احنا نتكلم فيه، لان يوم ما هنصرف عليه علاج هو 15 جنيه 20 جنيه اللي احنا هنصرفه. لكن هو الكلب انت نجحت، لكن هي بقى الحاجه السر، بقى السر في نجاح العلاج بتاع الكلب ده، ان اسلام هياخد الكلب ده دلوقتي يديله دش اوكسي. اوكسي الشامبو اللي جوه ده هرميه. لا الشامبو اللي انت جايبه معاك ده يا باشا، لا الشامبو اللي انت جايبه معاك ده، ما دي لاي حد كده من الناس الفرافير قول له دوس. صراحه واحد من الناس كابتن ابو نور عنده كلب اسمه رعد عنده 3 سنين. من اول ما كابتن ابو نور فتح القناه وانا متابعه على يوتيوب تمام، وبسمع كل اللي بيقوله. الصراحه الكلب معايا تمام التمام، بسم الله ما شاء الله، وبياكل ني وزي ما ابو نور بيقول بالظبط، والكلب تمام الله يبارك له. الله يبارك لك. كلمه من الاخر والله، الفاهم بيريح، انا مش هقول اكتر من كده والله. ربنا يبارك لك، ربنا يخليك يا رب يا كابتن. اسلام يلا اوكسي اوكسي يا باشا اوكسي يا باشا، ربنا يبارك لك فيها يا باشا، وباذن الله هيبقى تمام التمام، وهنبدا ان احنا نشتغل معاه. هو هياخد دش اوكسي واحد بس وهينشف ونسرحه له، وياخد شويه العلاجات بتاعته اللي هي الافيل والديكساميثازون تمام، وبعد كده هناكل ني. خدت بالك؟ في خلال 4 ايام بالظبط هيكون الكلب انتهى، عشان كمان ما نكترش المسافه عليك تمام، عشان ما تعدش عليك قعدته. فاهمني؟ تمام. في خلال 4 ايام هيكون الموضوع انتهى خالص ويبقى تمام التمام، وربنا يبارك لكم فيها يا باشا. واحنا تحت امر اي حد يا جماعه محتاج اي حاجه نرجع لكم بقى يا جماعه. وتحياتي لكم وتحياتي لكل الناس المشتركين معايا، يا رب حلقتنا تعجبكم، وزي ما قلت لكم اللي يكبرها لك ويعرضها لك اعرف ان هو ده اللي عايز يضربك على قفاك. حرص وانت بتتعامل، واعرف انت بتتعامل ازاي وبتتعامل مع مين، حرص على القرش اللي في جيبك، لان صعب انك دلوقتي تجيب القرش اليومين اللي احنا فيهم دول. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.